بالراحة يابا. كفاياك بقى يا ابن جروح، ده انا قربت انسى شكل وشك. انت بتحلو عليا يابا؟ بدل ما تقلب السوق فوقاني تحتاني على اللي مد ايده على ابن الفتوة. مش انت يا اللي فتحت صدرك وعملت فتوة؟ ولا عايزنا اشتغل ايه يعني؟ موسيقار يا ابن الزمن ده مش زمن الفتوات. الشجاع اليومين دول اللي يعرف يلجم شره، والبطل اللي يعرف يجيب الجنيه الحلال. اليوم ما ربنا شفاني وانا عيطته قطوعه فاصوله مع الاذيه واللقمه السهله، فهمت يابا؟ ما انت كنت خاربها وانت صغير، جاي تفرش المصليه على بختي، وانا لا بعرف العب كوره ولا معايا شهاده، ما قداميش غير كار الفتوانه ده. طب انا راضي ضميرك، في ياض فتوه اسمه هيثم، ولا دي ياض جده فتوه؟ ده انت ياض لا اسم ولا جسم. والله الاسم والجسم ده عيبك انت، ماليش يد فيه. وبعدين انت عارف هيثم يعني ايه؟ يعني الصقر. الصقر ما منهوش فايده الكلام معاك، اما اروح اقدن الدور والم فلوس تجديد المصليه. الكل ملهي في البيع والشراء وناسيين بيت ربنا. بنبيع ايه وبنشتري ايه؟ حوش عبيدك عن عبيدك يا رب. استنى يا ابله، خدت حقك تدي الزبون حقه، واظبط ميزانك عشان ما سيحلكش. ها معلش يا ابله، في غلطه في الميزان بس معلش. تاني يا ابني انت، يا ابني انت من كتر ما اتضربت وتعورت بقى عندك خبره في الطب، ما تسيبك من الفتوانه وتفتح عياده. لا انا ماليش في الطب يا معلم. يعني هو انت ليك في الفتوانه؟ وبعدين هو في فتوه في الدنيا كل شهر ياكله 3 4 علق بالميت؟ لا انا الشهر ده واكل علقتين بس راجل. وبعدين انا فتوه بدماغي. صادق يا كذاب صادق يا ابني، حد يتفتن على الغلابه؟ عايز تناطح ناطح شداد وانا في ظهرك، انما الكسبان على الغلبان خسران. ماشي بكره تشوف المعلم هيثم. يعني ايه هتخلي شداد شريك في محلك؟ هتعمل زي المعلمين اللي خابوا قبلك وسابوا محلاتهم لشداد وبقوا محيالله دلوقتي وصبيان عنده؟ جالك الغصب خده بالرضا يا معلم بشر، كده كده هياخد المحل، ان ما كانش بالرضا هياخده في المزاد بتراب الفلوس. وهنا ابني حته لحمه حمراء جبته على كبر، ابن الشيبه لليوتم، مش هيبقى يوتم وفقر يا معلم بشر. ما تقول حاجه يا معلم منسي. ما انت لو سمعت كلامي يا باشا وسلمته للحكومه يوم ما مسكته وهو بيسرق السمك من تلاشتك، ما كانش حصل اللي حصل لنا ده دلوقتي. صعب علي، قلت اقطع الرقاب ولا اقطع الارزاق؟ صعب علينا بس احنا مش صعبانين عليه، هو منشف ميه السمك وخلانا قاعدين زي الولايه بعد ما كنا معلمين كبار. وتجيب عمران يا ام النور دبر الامور. انا بقول لو احنا عرفنا نلم فلوس الوصولات من معلمين السوق القدام هنبقى سدينا دين المعلم اتمان وحلينا المشكله. سدينا الدين ورجعنا المحل، مين هينزل لي سما ولا افتحه محل عطاره؟ وانا عندي ابني سنتين عايز استر ايامه اللي جايه. خبر ايه يا معلم عثمان؟ واحنا كل ما هنتحدث وياك تقول ولدي ولدي، محدش عنده عيال غيرك ولا ايه؟ اللي معرفش يقول عدس يا منسي، واللي على الشط عوام، الضنا بيزل ما يكسرش الراجل غير ضناه. اسالني انا، انت بطولك يا عم تفرد صدرك للدنيا زي ما انت عايز. ماله يا اخوي، ربنا يخلي لكم عيالكم وما تشاوروش العذاب انجي اللي زيي. السلام عليكم. نزال ما توعى كلامك يا بشر، هو في حد غاوي يعيش بطوله؟ غش بس الايام ليها احكام. رضيع ملاك يا اخوي. الله ايه الجمال ده؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. بقولك ايه يا عنتر، احنا في سوق سمك يا اخويا، يعني كلها زفارة من كل جهة، مش ناقصة خالص زفارة لسانك دي. هو في أحلى من ريحة الزفارة؟ تخيلي يا دهب، لو نشبك أسامينا على يفطة من اليفط دول، دهب وعنتر. الله ده بعينك يا عنتر، بعينك محل أبويا تنزل يفطط طول ما أنا عايشة. سيبك من اليفط، إيه رأيك نشبك أسامينا في قسيمة جواز؟ اخس تف من بقك، ده لما تطلع روحك يا بعيد. يا اخي اتقي الله، اتقي الله في مراتك بنت سلماوي شويه. الراجل ما يبوش الا اجيبه، وانا راجل مقرش وكسيب وفييس. مقرش وكسيب وفييس،
محدش يقدر يقول حاجة، إنما الراجل دي لنا فيها كلام كتير. طحن خواطر برضو. هو من إمتى الصبيان بيتحشروا في كلام المعلمين يا؟ يا إيه؟ جينا للكلام المفيد، يا إيه بقى؟ ها؟ أنا عارف يا تيل على لسانك، قول بس، قول يا معلم عنتر، أنا بقول لك يا معلم أهو. كده كده معلم. وسيد المعلمين كمان. لا أنا بقول لك يا معلم دي جدعانة مني. بس أنت تقول لي يا معلم ده بأمر الحكومة. أنا في البطاقة معلم. معلم. بس أنا نفسي أسمعها من بوقك، قول كده. قول. معلم. مزجني. ريحك تقيلة على قلبي. وأيامك في السوق هقطعها بإيدي وعلى قريب. شوف أنا حرقك كده من غير ما أعمل حاجة إزاي. ما بالك بقى أما أعمل. وهعمل. وقريب يا مقرش.